بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كورس أوتوكاد 2021 بنتكلم عن قائمة درو وأمر هاتش وجريديانت. اختصار الأمرين دولت على الكيبورد حرف الاتش هيدخلنا على أمر هاتش، بس ما ينفعش إن احنا نعمل أمر هاتش اللي هو التهشير إلا داخل شكل مغلق، عشان كده هرسم مجموعة دوائر عشان نفهم إزاي نقدر نعمل الأمر بسهولة. آدي الدايرة ديت، نعمل كذا واحدة منها عشان تكون نموذج لينا في الشغل. فكل بساطة بضغط على حرف الاتش سبيس، بضغط كليك داخل الفراغ، وهنلاحظ فوق ان في قائمة اتفتحت لي بالشكل ده. هضغط مفتاح اسكيب عشان نخرج بره الامر، نعيده تاني عشان نلاحظ الفرق اللي حصل. يبقى بضغط على مفتاح هاتش ده من هنا من الكيبورد من الشاشة او على الكيبورد حرف الاتش اتش سبيس، بيفتح لي القوائم ديت. هنلاحظ هنا ان ده الباتر اللي هو الشكل اللي هيكون موجود. الجريدينت موجود في منطقة السوليد اللي هو منطقة الألوان. هتلاحظ هنا فوق عند الباتر هتلاحظ ان في هنا جريدينت، يعني هو نفس الأمر اللي كان موجود بره. سكيب تاني وهخرج بره تاني. لاحظ هنا ان كلمة جريدينت الموجودة هنا هاتش وجريدينت الاتنين اختصار كيبورد حرف الاتش. فوق هنا هتلاحظ ادي الباتر اللي هو الأشكال وجريدينت اللي هي الألوان. وسوليد اللي هو لون واحد. يبقى سوليد لما احب اظلل لون واحد، والجريدينت مجموعه الوان، وباترن اللي هو الشكل. نبدا نختار السوليد، هتلاحظ ان هو واقف على السوليد اللي موجوده هنا. لو ضغطت هنا كليك ده كده باللون الابيض. طيب لو انا غيرت اللون من هنا هيغير نفس المكان اللي انا واقف عليه، لان انا لازم اخرج بره الامر عشان اقدر اعمل واحد جديد. اتش سبيس اختار اللون الاول، وبعد كده اروح اضغط الفراغ اللي انا عايزه. بعد ما اخلص اقول له كلوز او سبيس، اي حاجه من الاثنين. تاني اتش سبيس من سوليد، بختار هنا اللون اللي انا عايزه واضغط هنا كليك سبيس، كده لون لي الفراغ بلون واحد. طبعا الاوتوكاد غير محبذ في التلوين، يعني ليس زي مثل الفوتوشوب. طبعا الفوتوشوب افضل بكتير جدا، فهنا ده عباره عن تهشير فقط. لما جه وقفنا هنا اداني علامة التهشير بتاعة القطاع، ده في الرسم الهندسي زي ما اتعلمنا في إعدادي هندسة. التهشير اللي هو لما نعمل سيكشن في أي حاجة بنديها يعني إشارة إن ده اسمه تهشير. التهشير دوت لو أنا عندي قطاع في مباني فبدي المباني تهشير، في خرسانة بديها تهشير، في تربة بديها تهشير، في ستيل حديد بديله تهشير، بيبقى كل عنصر ليه الإنديكيشن بتاع التهشير بتاعه. لو انا دلوقتي جيت دخلت على امر هاتش واخترت من هنا بدل جرين اخترت ان انا عايز اعمل الجريدينت هنا من سوليد، اسف، اخترت هنا امر جريدينت. هنلاحظ ان هنا في الالوان بيديني لونين مع بعض. لو انا ضغطت هنا هتلاحظوا ان في لونين مع بعض. طب هنا ده التأثير، لاحظ ان شكل التأثير بيتغير. طبعا في هنا اساليب كتير جدا، ممكن الازرق هو اللي في الداخل والاصفر في الخارج، او العكس زي ده الأصفر في الداخل والأزرق في الخارج. ممكن تغير الألوان وليكن مثلا لون زي ده لون زي ده، ممكن تعمل اللي أنت عايزه. الألوان بتتغير بالشكل ده والتأثير بتاعها بيتغير بالمنظر. بعد ما تخلص بقول له هنا كلوز أو بضغط مفتاح السبيس من الكيبورد. تاني حرف الإتش سبيس، هنلاحظ مع بعض هنا موضوع الباتر. زمان يعني الأجهزة يعني لما يكون الجهاز تعبان شوية التهشير بيكون امر تقيل على الجهاز فبيتقل الجهاز. دايما افضل ان انا اعمل شكل شكل، ما اعملش اشكال مع بعض. دلوقتي لما اضغط هنا على مفتاح التهشير ده الرسمه دي واقف هنا كده كليك، هتلاحظ انها هيلونها باللون ده. انا هدخل هنا واغير اللون، اقول له خليه مثلا الوايت وهكذا. تلاحظ ان انا مش شايف التهشير، شايفه مظلله، لان هنا في حاجه اسمها سكيل. سكيل هنا مفتاح سكيل، لو ضغطت على السهم اللي تحت ان هو يقرب الخطوط من بعضها، او سكيل فوق هيبعد الخطوط عن بعض. فبقدر الامكان بتختار الشكل المناسب ليك. ده مثلا تهشير بالمنظر ده. ممكن نستخدم التهشير ده في تهشير المباني واقول له خلاص كلوز. لو انا اخترت التهشير اللي جنبيه اللي هو ده ممكن استخدمه في تهشير الخرسانات، بيكون متقارب من بعض، والمباني بيكون مثلا متباعد عن بعض. لو انا جيت عملت مجموعه اشكال تانيه ممكن مثلا اعمل تهشير لارضيه، لو انت مثلا معماري وحابب تعمل تهشير لمباني زي دي
ممكن تبقى بالشكل ده، بس أنا مش شايف يبقى في الحالة دي أغير السكيل عشان أقرب الخطوط من بعضيها فأقدر أشوفها. تفضل دايس على السهم ده كده كتير لغاية ما الشكل يكون مناسب ليك، مثلا بقى الشكل المدني بالمنظر ده كده. خلصت قول له سبيس، عايز تعمل واحد جديد قول له اتش سبيس، واضغط هنا كده كليك وروح اختار الشكل المناسب ليك. ممكن مثلا اختار تبليطة زي دي كده، ممكن اعتبرها انها شكل الانترلوك مثلا في الارضيات وهكذا. حاجة بتختار الشكل المناسب لحضرتك علشان تقدر تنفذ التشهير المناسب ليك. طيب في حاجتين مهمين في موضوع التشهير، لو انا ضغطت هنا كليك تقدر تعدل عليه زي ما انت عايز. هتلاحظ ان هنا في الانجل الزوايا، ان انا دلوقتي لو عملت زوم هنا كده ضغطت عند الانجل هنا، لاحظ ان انا اقدر اعدل الزاويه بتاعت التشهير. نفس الكلام في المباني، لو انا وقفت هنا عند الانجل لاحظ ان المباني الزاويه بتاعتها اتغيرت. فحضرتك بتقدر تتحكم في الزاويه من هنا وفي تقارب وتباعد الخطوط من بعضها بالشكل ده كده، ان انا اخليها متباعده او متقاربه. طبعا الامر هاتش تقيل على الاجهزه، فيفضل ان انت تاخر، ودايما هنصحك نصيحه خلي بالك منها. لو انت مثلا عامل مجموعه اعمده، نفترض مثلا ان ده عمود، وهفترض ان ده عمود تاني وعمود تالت وعمود رابع وهكذا، وان دول مجموعه اعمده تانيه افتراضا يعني، لو عايز تعمل امر الهاتش للاعمده اللي هيكون موجود مثلا بالتشهير ده وظبطت السكيل خليته متباعد عن بعضه عشان يكون واضح معايا، فالسكيل أصبح واضح. أنا كده ضغطت سبيس، لو أنا ضغطت تاني سبيس ورحت ضاغط هنا وضاغط هنا وضاغط هنا وضاغط هنا وضاغط هنا وضاغط هنا وضاغط هنا، تمام، قعدت أضغط في كل الأشكال دي، إيه اللي هيحصل؟ لو أنا عملتهم بالشكل ده كده مع بعض، لو عملت سيلكت ده عملت ديليت هيمسح التشهير مع بعض. لكن لو انا فصلت كل واحد لوحده زي ده كده، يعني عملت امر هاتش لده بعد كده قلت له سبيس وخرجت بره الامر، عدت الامر تاني عملت هاتش رحت ضاغط في واحد جديد وقلت له سبيس وبعد كده عملت واحد تاني، لما اجي اختار واحد واعمل له ديليت خلاص كده مش مشكله. لكن لو حبيت مثلا تلغي عمود او تعدل عمود او اي شيء، فعشان كده دايما بنصحك انك تعمل امر هاتش لكل شكل منفرد لوحده مستقل بذاته. يعني أظن إن كده شرحنا أمر هاتش وأمر جريديانت، وإن شاء الله نشرح أمر باوندري في فيديو لوحده. بشكركم جدا يا شباب، بسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.